اخيرا، افضل لاعب في البطوله من وجهه نظرك حتى هذه اللحظه، مين افضل لاعب يقدم مستوى؟ من وجهة نظري من الصعب أن أختار لاعب واحد. أنا أركز بالشكل أكبر على منتخب إسبانيا، وبالنسبة لي أن أختار لاعب واحد سيكون من الظلم، ولكن ممكن أن أختار ثلاثة لاعبين وهم من منتخب إسبانيا: لامين يامال ونيكو ويليامز بالطبع اللاعبان قدموا مستويات رائعة في البطولة، ولكن أعتقد أن اختياري لن يخرج عن هذين اللاعبين، وهناك أيضا فابيان رويس وكوكوريا لقد أذهلاني بمستواهما في البطولة، لم أكن أنتظر منهما هذا المستوى ولكنهما أبهراني بكل تأكيد في وجودهما في وسط الملعب. في الجانب الآخر الشاب في منتخب ألمانيا رقم 10 ولكني لا جمال موسيالا، الذي سجل هدفا في الدنمارك وأيضا لاعب مهم جدا في صفوف منتخب ألمانيا، وتوني كروس أيضا، ومنتخب ألمانيا منتخب قوي للغاية، وأعتقد أن بوجود لاعبين مثل جمال موسيالا وتوني كروس قد يشكل تهديدا كبيرا لمنتخب إسبانيا.